ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا أضيع عمل عبدي.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات ثوابا من عند الله صدق الله العظيم. وهكذا بدنا إخوة الإيمان والإسلام
قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جميع الدول العربية والإسلامية والمقيم بطارون مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي كبرى مخازن الفرش الذهبية الكبرى ومقدرات صوت لنارة إدارة أولاد العناني بالحكمية خدمة الفندقية الممتازة إدارة المتر علي المليجي بكفر الشيخ خلال وحدة التصوير والبث الهوائي عميد مصوري جمهورية مصر العربية على العالم الإسلامي مهندس ناصر صلاح الزقازيق الشرقية أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله.